بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم طالبات مدارس عنيزة الاهليه المسار المصري فيرست بريب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مس اسماء حسن ساينس تيتشر. وصلنا مع بعض يا بنات ل classification of living organism. يعني الليسون ده كان قلنا عباره عن 2 بوينت. اول حاجه diversity وخلصناها في الفيديو اللي فات. اليوم ان شاء الله هندرس second اللي هو classification of living organism. طيب قلنا دلوقتي انا ليه بعمل classification؟ عندما عندي due to the numerous diversity of in living organism species they must be classified into groups to facilitate their study. علشان اسهل الدراسة بتاعتها تبقى سهلة، ما يبقاش ان انا عندي كلها كده ادرس كل نوع على حدة، لا انا لما احطها في groups كده انا كده بسهل دراستها. طيب اول حاجة عندي، اول حاجة هو ايه البرانش اللي بيدرس الجزء ده؟ the science which is responsible for this study هسميها مين؟ taxonomy. طب ايه هو taxonomy؟ it is the branch of the biology that search for similarity and the difference among living organisms and its place the similar one in groups according to certain system in order to ease their study. يعني هي taxonomy ده علم التصنيف، وده نوع من ده برانش من برانشات البيولوجي، وان هو بيحط الحاجات المتشابهات مع بعضها في جروب واحد عشان يسهل دراستها. تمام. طيب البلين اوف كلاسيفيكيشن اوف ليفينج اورجانيزم، اول حاجه عندنا كل ليفينج اورجانيزم ممكن نقسمها لايه؟ انيمالز وبلانتس. يبقى بلانتس وانيمال. طيب بلانتس يعني طبعا النباتات، هقسمها اكوردنج تو ايه؟ اكسترنال شيب والواي اوف ريبرودكشن. طيب والانيمالز هنقسمها لي natural or the body support والnumber of the leg in arthropods والnumber of the teeth in mammals. طيب اول حاجة نيجي نشوف classification of the plants. قلنا اول حاجة according to the external shape ممكن اول تتقسم لتو تايبس. اول حاجة some plant can't be يعني منفعش، can't be distinguished into root وstem وleaf. يعني زي الالجي، الالجي اللي هو الطحالب زي ما انتم شايفينها كده، انا مش عارفه اميز هو فين الروت وفين الستم فين الليف، هي على بعضها كده. في منها كام نوع؟ جرين الجي وريد وبراون. اوكي طيب الثانيه بقى اللي هي most of the plants can't be distinguished into root وستم وليف. ينفع ان انا افصصها لروت لوحدها وستم لوحده؟ can be distinguished زي الميز اللي هو الكور اللي هو الذرة يعني والويت والبالمز والكمفور بلانت. اوكي they can be distinguished لستم وروت وليف. اوكي طيب ده اول classification. ثاني classification according to the way of reproduction، يعني الطرق اللي هو التكاثر. plants produced by reproduce by formation of the spore واللي هو الفرن، و plants reproduce by formation الـseed. يبقى انا عندي كام نوع؟ نوعين. اول حاجه اللي بيكون السبور واللي بيكون الـseed. اللي بيكون السبور هنقول يعني ايه كلمه سبور او فرن؟ هنقول are small traditional plant reproduce by spores. تمام، يبقى هي دي نباتات ارضيه بتتكاثر عن طريق السبور. تمام، زي مين؟ زي الفوجير وزي الادنتم والاكزامبل تتحفز. يبقى الفوجير والادنتم بيتكاثروا عن طريق السبور. اوكي طيب بعد كده plants reproduce by seed. seed يعني عن طريق انتاج البذور. زي عندنا اول حاجه بتقسم ليتو صعيب. اول حاجه سميتها ايه؟ جينوسبرم وانجينوسبرم. جينوسبرم وانجينوسبرم. جينوسبرم يعني ايه ويعني ايه انجينوسبرم؟ تعال ندرس دي عشان دي بنلاقيها كتير. هنقول الانجينوسبرم اللي هي flowering plants their seeds are formed inside precarp. هنقول and they are divided into monocotyledon وdicotyledon. يعني ايه؟ عارفين طبعا الذرة اللي بنقولها في الصيف ديت بتبقى عليها زي غطا كده، الغطا ده اسمه بريكارب. اوكي بيبقى عندنا عدد ذره اهو. تمام، وبيبقى متغطي بغطا اخضر كده اللي هو بريكارب. اوكي طيب ده كده، او زي مثلا البسله بيبقى عليها برضو غطا كده، ده سميها انجينوسبرم يعني عندها غطا مغطيها. تمام طيب
قلنا منها بقى نوعين، مونو يعني هي البذرة مش بتنقسم، نوع يعني الذرة مش بتقسميها، هي عبارة عن فلقة واحدة بالعربي يعني. طيب لكن الضاعي زي لو انت عندك الفول، حبة الفول لا بتقسميها نصين، تلاقيها انقسمت نصين شبه بعض كده، identical parts. يبقى مثلا او زي البسلة، تمام، يبقى عندنا زي البين وزي البيم، اوكي. يبقى ده الانجينوسبرم اللي هي البذور اللي عندها بريكارب، زي قلنا مونو كوتريدون وضاي كوتريدون، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف اللي قلنا جيمينوسبرم، جيمينوسبرم يعني ايش؟ اللي هي ملهاش الغطا دوت. حلو. their seed are formed inside corn and not inside precarb، يعني بتتكون جوه كورن اللي هو ده، تمام، لكن مش ملهاش الغطا دوت، اوكي. يبقى هنقول زي مين؟ الباين والسايكس، الباين بلانت والسايكس، تمام. الباين بلانت والسايكس الاثنين دولت مش بينتو مش جو مش ملهمش بريكارب، ودوت بريكارب، تمام، الباين والسايكس، اوكي. الاكزامبل تتحفظ، تمام. طيب معلش الاسامي لحد ما صعبه شويه، لكن هذا مع الوقت هتحفظوها. طيب نيجي بقى نشوف الكلاسيفيكيشن اوف ذا انيمال. Classification of the element according to the natural of the body a support. يبقى أول حاجة، هل كل النباتات ليها body ولا في حاجات ليها support؟ لأ، في animals with soft body يعني جسمها رخو، هنقول their bodies don't have support، زي الجيليفيش، زي الأكتوبوس، زي الإيرثورم، ملهاش يا بنات ملهاش عمود فقري، ملهاش عظم، تمام. يبقى زي الجيليفيش والأكتوبوس والإيرث وورم، تمام. طيب animal with support body يبقى ليها جسم صلب يحميها. ممكن animals with external support with internal support. الاكسترنال زي عندنا ايه؟ المسلز وزي السنيلز، تمام، اللي هو المحار، واللي هو السنيلز اللي هو القواقع، تمام. animals with internal بقى زي اللي هو vertebra اللي هو الفقاريات، زي الإنسان، زي الحيوانات العادية، زي animals which have vertebral column يعني لها عمود فقري، زي الفيش، زي الريبتلز، زي البريدز، البيردز، زي الماملز، تمام. يبقى كل ده ليها internal support، تمام. يبقى skeleton of bird، skeleton of bird، skeleton of mean، skeleton of fish، وليها skeleton ليها هيكل عظمي، تمام، ويبدي بقى internal، تمام. يبقى احنا كده ان الاليمان ممكن نقسم الى external و internal، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف الكلاسيفيكيشن الثاني. هنقول classification of the arthropods according to number of the leg. اللي ايه الارثوبود ديت؟ الارثوبود دي ار انفرتبريت يعني ملهاش عمود فقري، انفرتبريت animals that are characterized by the presence of jointed leg، اوكي. يعني هي من الارثوبود اللي هي فصيلة العنكبوتات، وهي بيكون منها انفرتبريت يعني ما عندهاش فرتبرا، ما عندهاش عمود فقري، اوكي. طيب بتقسم يا بنات الى ثلاث انواع، انسكت وقلنا ايه، والاركينايت والميريابود. يبقى عندك انسكت والاركينايت والميريابود. اول حاجة الانسكت، they are characterized by the presence of the three pairs of jointed legs. بصوا كده عندها ثلاث ازواج من الليجز، ادي هنا كده 1 2 3 وهنا 1 2 3، يبقى 3 بيرز، اوكي. زي الانسكت، زي مين؟ زي الانت، زي الكوكروش اللي هو طبعا الصرصور يعني. طيب الاركينايتس اللي هي فصيلة العنكبوتات، هنقول زي ار كاركترايزد باي 4 بيرز اوف ذا جوينتد ليج، يعني بدل ما تبقى عندها 3 هيبقى عندها 4، زي السبايدر وزي الايه سكوربيون اللي هو مين؟ العقرب، تمام. طيب ديت مين اللي عندها 4 ليج؟ يبقى الانسكت عندها 3 بير، الاركينايدز عندها 4، الميريابودز دي بقى نيوميرس، ماشي، زي الجوليوس وزي الايه سكولوبندرا. سكولوبندرا اللي هي ام 44، سكولوبندرا اللي هي ايه ام 44، والجوليوس دي عندها نيوميرس بقى عدد نهائي، يعني عندها اللي هي 44 دي عندها 44 رجل، اوكي. يبقى دي اسمها ايه؟ ميريابودز، يعني عندها
متعددة الأرجل، عندها أرجل كتيرة جدا. تمام، يبقى أنا الأرثوبود قسمناها الإنسكت وأركينايد وميريابود. تمام، يبقى الأرثوبود قسمناها الإنسكت وأركينايد وميريابود. تمام، طيب تعال نشوف طيب التقسيم classification of the mammals according to the presence of the teeth. teeth طبعا اللي هو الأسنان. طيب في عندنا teethless mammals اللي هي سميها ايه؟ الإيدينايتس. الإيدينايتس يعني ما عندهاش تيس، ما عندهاش تيس، اوكي؟ زي الثلوث وزي الأرميديلو. الثلوث اللي هو الحيوان الكسول ده، والأرميديلو، الاتنين دول ما عندهمش في الفك بتاعهم، ما عندهمش تيسلس. تيسلس يعني ما عندهمش أسنان، اوكي؟ طيب. mammals have teeth، يعني mammals عندهم أسنان. هنقول they are divided according to the shape والكايند and number of the teeth. يبقى أول حاجة animal have front teeth extended outside، يعني الاثنين القدامانيين طالعين بره. زي مين؟ زي بنات اللي هو ايه؟ الهوجي دوك اللي هو القنفذ ده. تمام، ده عنده ايه؟ أسنان طالعة بره. طيب بعد كده animal have pointed canine and molar with sharp projection، يعني عنده الأسنان اللي هو الكناين اللي هو الاثنين اللي هو الانياب طالعين لبره وبيبقوا شارب شارب جدا، زي اللاين والتايجر والفوكس والدوج. تمام، طيب animal have sharp incisors. الانسيزورز يعني القواطع. they are divided into according to the number of the incisors، زي عندنا رودنت و اللاجومورف. الرودنت واللاجومورف، رودنت اللي هي القوارض واللاجومورف اللي هي الأرنبيات. القوارض زي قلنا دي هنقول they have two pair one pair sorry، هي عندها one pair بس. one pair of mean one pair of each mean in each jaw، يعني عندها في السنتين فوق وسنتين تحت، يبقى one pair incisors. اوكي، طيب زي الراك وزي الجربوع وزي السكوارل. تمام، طيب نيجي بقى نشوف اللاجومورف. هنقول they have two pair of the incisors in the upper jaw and one pair في lower jaw. يبقى عندنا اللاجومورف عنده اثنين قدام، سوري اربعة فوق واثنين تحت، يبقى two pair of incisors في الابر، واللور عنده كام؟ one. زي الرابت، يبقى الرابت عنده، شوف اسمها، عنده اربع سنات فوق وسنتين تحت. تمام، يبقى دي mammals عندها have teeth. تمام، قسمناها لان هي عندها اللي هي الاكستندد اوتسايد واكستندد اوتسايد، وقلنا واللي هي الكناين عندها بوينتد، وقلنا وقسمناها للشارب انسيزورز، والشارب انسيزورز قسمناها لرودنت واللاجومورف. اوكي، طيب تعالوا نشوف ناتشورال كلاسيفيكيشن اوف ذا ليفينج اورجانيزم. هنقول ان احنا عندنا العلماء استخدموا كلمه سبيشيز as a fundamental unit of living of the natural classifying system. طب يعني ايه كلمة species؟ يعني ايه كلمة نوع؟ It is a group of more similar living organisms in shape that can reproduce to give birth of new fertile individuals that are able to reproduce and keep extending the existence of the species. يعني الحاجات اللي شبه بعضها وبتتكاثر وبتدينا نفس الشكل عشان تحافظ على النوع وتواجد الانواع. يبقى group of more similar، الحاجات اللي شبه بعضها حطيناها في جروب واحد، وهم ممكن ان هم كان ريبروديوس بتكاثره وبيدينا نفس الشكل، نفس يعني نفس الشكل يعني، وده طبعا reproduction and keep the existence of the species عشان يحافظوا على نوع الحفاظ على تواجد النوع ده. يعني انت عندك في الصورة هنا افريكان ويوروبيان واسيان كلهم هيومن، يعني سواء كان من اسيا من افريقيا، الاسمر الابيض ايا كان، هو whatever the color race، هو ايا كان، هو في الاخر هو هيومن من species of mean of human. it is possible to reproduce، هم ممكن يتكاثروا ويجيبوا سواء كان ايه، ويجيبوا kind of human، صح ولا لا؟ طيب لو انت شفتي الكلاسيفيكيشن دي، هتلاقي انت عندك في الدوجز انواعها المختلفه، ينفع انها تتكاثر وتجيب دوجز الرابتس الكات. يعني لو انت شفتي هنا اهوت
look at the, this group of animals and they classified them according to the external shape. هتقسميهم لإيه؟ cats و dog و rats و rabbits sorry. طيب although cats differ from each other يعني cats شكلهم مختلف، دي لونها أصفر دي لونها أسود، لكن كلهم they differ more than rabbit. لكن تفاصيل ال species بتاعت الكات مختلفة تماما عن ال species بتاعت مين؟ الرابت. تمام. It's impossible for cat to mate with rabbit. ما ينفعش قط يتزوج مع مين؟ مع rabbit. Or rabbit with dog. ما ينفعش rabbit مع dog يتزوج. Or dog with cat. ما ينفعش يحصل تزاوج ما بين dog with rat. وإف ماتينج لو حصل، يعني لو حصل وحصل ماتينج حصل تزاوج، هيكون لنا species بتبقى إيه؟ produced of spring is sterile، يعني بيكون لنا نوع فصيلة معينة بتبقى مش بتنجب. يعني لو حصل وحصل تزاوج ما بين مثلا يعني rat و dog، ال offspring النسل اللي هينفع ده بيبقى نسل مش بيحصل تزاوج تاني، يعني هو بيبقى fertile خلاص بيبقى عقيم، مش بيحصل تزاوج تاني ومش بينفع ينجب تاني. اوكي طيب كده خلصنا الدرس بتاع classification. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.